تمام ابو سيف. هلا بنشر نحن كسره كامله على اليسار، كسره كامله على اليسار انا تمام، وبرجع بهدوء. رجع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مضى سنة ونصف على انطلاق مشروع تعليم قيادة السيارات. الغاية من المشروع هو تعليم المبتدئين على قواعد السير بسبب كثرة الحوادث في المناطق المحررة. بعد التسجيل في المدرسة يخضع الطالب أو المتدرب لفحص طبي ويشمل قسم العينية والفحص العام، وبعدها يخضع للتدريب النظري والعملي في المدرسة ضمن معايير دولية، ومن ثم يخضع لاختبار اجتياز المرحلة في المدرسة، وبعدها ينتقل للفحص النهائي في مديرية المدارس في مؤسسة النقل في إدلب، ومتابع مع المبتدئين خطوة بخطوة حفاظا على سلامتهم. طلعت على السيارة أنت بارك بغرفة قيادي، فمن الضروري أنه السائق بغرفة قيادي يعرف كل شيء موجود حواليه، الفرام لدعسة الوقود، الفرام الإيد، مفتاح الكنطاك، نحن في له ثلاث. من الضروري قبل ما تدور السيارة أنه نتأكد من تحرير. السلام عليكم، من سنة ونص جينا على مدرسة السواقة لتعليم قيادة السيارات مشان الحوادث، مشان أمور السير، وتعلمنا الميكانيك وطريقة ركوب السيارة، تجنب الحوادث، إشارات المرور، الدوارات. والحمد لله في تدريب مدربين مختصين بهذا الأمر، دربنا على الميكانيك، على ركوب السيارة، على إشارات المرور، على طلعة السيارة، على نزل استفاد الميكانيك. وبالنسبة في مدربين بالمدرسة الحمد لله أمورهم جيدة، عم يعلمونا شو بنطلع السيارة، شو بننزل، طريقة لف الدوار، طريقة صف على اليمين، طريقة الزوايا، ومتابعيننا كل خطوة بخطوة. مدة الدورة تقريبا فترة شهر، يعني شهر زمان، وبيظلوا متابعيننا لآخر شيء، وآخر شيء في فحص عيون وفحص نظري وفحص ميكانيك، ويظلوا متابعيننا وفحص عملي، متابعيننا لآخر شيء، وفي فحص آخر شيء في إدلب، النجاح نجاح والرسيب رسيب برجع بعيد.